وسط الهضاب العليا الغربية منطقة ساحرة، مساحتها غابات كثيفة وقمم جبال شامخة. منطقة تباهت بسلسلة جبال الونشريس فلقبت بعاصمتها. نستكشف ولاية تيسمسيلت من خلال أعلى منطقة جبلية بها. فبعد أميال قطعناها راكبين وراجلين، نصل إلى الحظيرة الوطنية للمداد بثنية الحد. حظيرة محمية ومصنفة دوليا منذ أكثر من 80 سنة، تتميز بكثافة أشجار الأرز والبلوط والفلين لتشكل فضاء طبيعيا للتوازن البيئي. رامي ورفقاؤه من عشاق التخييم يكتشفون هذا المكان الساحر لأول مرة. يجيو لي روندونور هنايا، يحطوا لي فوتو، يحطوا لي فيديوك معايا. ثم شفنا بلاصة شابة، قلنا نجيو زعما شوقتنا البلاصة هذه باش نزوروها. نقول لك بلاصة زعما محمية، ومن أكثر زعما الأماكن المعمرة لهذو الأشجار. تيسمسيلت ظلت لعدة سنوات مجهولة سياحيا لنقص الترويج وضعف المنشآت والهياكل المرافقة مقارنة بوجهات سياحية مشهورة في ولايات أخرى. وجهة تيسمسيلت أو الونشريس هي وجهة موجودة، ولكن في سنوات السبعينات الثمانينات كانت هناك أفواج سياحية جزائرية أو من خارج الجزائر تأتي لهذه المنطقة التي تزخر بالعديد من المقومات السياحية. احنا الجيل الجديد هذا مع الأسف لا يعلم أو ما يعرفش الجهة هذه. نحتاج إلى مرافق استقبال، نحتاج إلى مطاعم، نحتاج إلى دكاكين لبيع التذكارات، وأيضا نحتاج إلى تهيئة المسلك ومرشدين سياحيين مرافقين للأفواج السياحية. جائحة كورونا ساهمت بشكل كبير في إعادة الاهتمام والترويج للسياحة الداخلية، فأصبح السياح أكثر اهتماما بالمناطق الجبلية والغابات خاصة في هذا الوقت من السنة. الوطن تاعنا غني جدا بالمؤهلات السياحية، وتيسمسيلت جزء من هذا الوطن. تيسمسيلت عاصمة الونشريس، لديها من المؤهلات ما يؤهلها لأن تكون مقصد سياحي في مجال السياحة البيئية، السياحة الحموية، والسياحة الغابية الجبلية، والسياحة التاريخية والأثرية. هذه المناظر الطبيعية تضعها تيسمسيلت بين يدي الزائر، تنتظره بشغف في رحلة تأمل لغروب شمسها، في انتظار اهتمام أكبر بهذه المنطقة الساحرة.